أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يعارض أن يدرس باب الأسماء والصفات لطلبة الثانوية بدعوى أن هذا فوق مستواهم؟ هذا لا عبرة به، هذا إما أنه مضلل ويريد نزع العقيدة من أبناء المسلمين، وإما أنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا لا يؤخذ بقوله ولا ينظر إلى قوله. ولا بد أن أولاد المسلمين يعلمون العقيدة الصحيحة، يبين لهم ذلك. وأبناء الثانوية كبار، ليسوا أطفالا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.